أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، وسامحونا كلكم والتكريم لكم وبسببنا. كل أسبوع أنتوا معنا وبكل لحظة، ومنبلش بهالصورة ومنختمها فيها. صورناكم بالأرحام، عم بيزيدوا كتير بسببنا. نادراً ما كان في على أيامي من شي 100 سنة حدا يجيب توم. هلأ 11 جنين، 11 طفل، مين بيجي بيخلف أكتر؟ شو هالتلقيح؟ ليش؟ خلقة كاملة نعمة زايدة يا أخوتي، بدها قوة هالأم والبي يتحملوا هيك أطفال. شو السبب؟ إذا عرفنا السبب ذال العجب. ما كنا اللي الضيعة كلها ما كان في حدا هيك. بلشنا يلا يلا، بس إجا اللي عم بيسعوا الكين بدومه. شو نعمل؟ رجع أيامي من 70-80 سنة نضربه بالحجار. نصدق الأبونا لأنه الشيطان فيه، وكلنا نرجمه، وأخته جورجيت ترجمه، وهو يعيش وين؟ على الحجر، على الصخرة. ومرة كان معنا صبي صغير وما إجا، هو بيت شليلة، يعني بيجي ماشي من بيت شليلة، شلالات فيها عدومة، ما إجا ما إجا. شو يعني ميت؟ يعني دقوا الجرس حزن، يعني مات، يعني ما بقى رح يجي على المدرسة، معه سل في شيطان. شو يعني شيطان؟ وهيك فاتت فينا. في طاقة سلبية وطاقة إيجابية. هالطاقة السلبية والإيجابية هي ميزان ورفع الميزان بالإنسان. هلأ هيك صار، بدنا نرجع. كل 10-15 سنة بيصير حرب، الحرب العالمية الأولى والثانية اجوا ورا بعضهم. هلا قال له الثالثة، قال له ما بعرف، بس الرابعة ما بضل حدا يخبر عن الثالثة. أينشتاين قالها، بده يجي وقت ما في إلا المكنات عم تشتغل ونحن عبيد للآلة، هيك صرنا. رح أقراهم، هن اللي بعتوا لي إياهم. أهلا وسهلا يلي بيقدر يكون معنا بالتلفزيون. أنت بتفتح الباب ضروري يكون في واحد واقف على الأصغر، هدي عم أهله بيمشي وبيفتح، ليش عم نركض نحنا؟ نطار شوي خليه يفتح عم أهله. ورا الكاميرا بينظف، بيغني، بدق طبل. بتمنى يعملوا هن برنامج الحضرة تكون إلكم، يكون عندنا استوديو لإلكم، لا في طلوع درج ولا نزول، تمطرحوا أو هيك تكونوا وتصوروا كلكم اللي يشتغلوا معكم من الأول للأخير، تكونوا دائرة مع بعضكم برا، موجودين محطات لإلهم، ما في إلا هم مخبيهم، ما حدا يتجوز أختهم إذا بيعرف إنه خيه معاق. ولا رئيس جمهورية أمريكا كندي لقيت له كاثوليك، ما بدنا كاثوليك. بخبركم عنها بكره كيف ركبوها، بالأحرف بالأعداد بالتاريخ بالشكل بكل شيء. خلص الشيطان حكمنا إلا عبادك الصالحين. وطلع رئيس الجمهورية ودعى الناس يروحوا على الافتتاح، سكتوا كلهم. جاب أخته، منا معاقة، شيز ديفرنت، بس مش متخلفة، مختلفة، بس ما بدنا يزيدوا. أنا اشتغلت بمؤسسة ما فيها مرايات. طيب ليه ما بتحطوا مرايات؟ كل واحد يشوف الثاني ما يشوف حاله. ومرة أنا مسكت له إيده، هو ما عنده عين هيك مقدوحة، ضلني مسكت له إيده هيك. كريمو تيتا، فات واحد مجورة
بده يفسر لي انه شو فيها هيدي عينه كيفيه، انا مسكت له ايده مسكت له ايده الثانيه لان عرفت حتى اصبعه بها بعينه، فلت له ايده يطلع فيي يعمل ايده هيك ميتو، قلت له يس، قلت له يس بس عندك اجرتين هيدك ما عنده اجرين، عندك عين بتشوف هيدي ما عندك عين، هيدي مثل ما نحط فيها طابه بول. صار اصحابه وياه، قلت له حطوا مرايات بقى، ما عندنا العفويه، شو بنضلنا مسكين له ايده مسكين له هيك مسكين. ما بيصير، منه مؤسسه هيدا بيت. وصاروا اللي بدق موسيقى اللي بيحكي اللي بيرقص اللي بيغني، وهول بيبعثوا لي اياهم كمان بالعربي بدقون هيك. قال وحده اشترت موبايل من ورا زوجها فحبت تسوي له مفاجاه حلوه، دخلت الحمام واتصلت فيه وقالت له الو حياتي، قال لها اتصلي بعدين البقره بالحمام. بيعرفوا يبعثوا ايميل بينقلوا من هون لهون كوبي بيست بحسوا فيها من كل الاعمار. مره كان في خوري مضطر يترك الكنيسه لحس كم ساعه تيعمل عمل مهم خارج الكنيسه، ما لقى حدا غير صديق الشيخ المسلم تكون مطرحه. خوري سمع بدي تسمع لكل امراه او رجل ارتكب الزنا يدفع عليها $5، ماشي كل وحده ارتكبت زنا بعد تدفع $5، هيدي يعني السعر عندي هيك الشيخ ماشي. رجع الخوري بعد ساعتين شاف الشيخ طال مرة، قال له الخوري شو عم تعمل يا زلمة؟ قال له الشيخ كل يلي اعترفوا دفعوا $5 لكل عملية زنا، هيدي ارتكبت زنا 3 مرات عطيتني $20 ما بقي معي صرافي رجع قال لها الباقي. شو بدك تكون أفهم من الشيخ؟ تجارة تك تك تك. محشش قاعد مع أمريكاني وبيسأله بتدخن؟ قال له نو. بتشرب خمرة؟ نو. بتشرب مخدرات؟ نو. بتعكس بنات؟ نو. رد المحج يخرب بيتك صرت كافر على الفاضي ولا؟ نو 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 نو. مرة واحد هيك شاف رجالك على الطريق قال له هيك، قال له نو نو نو، قال له تعال بدي عشيك عندي، قال له لا، قال له خلي يا مرتي تشوف كيف بيكون يلي ما بياكل ما بيسرق ما بيكذب ما بيشرب مخدرات ما بيطلع مع الحريم. أخذوا على البيت قال له بدي كان يكون مثل هيدا شحال؟ إذا بدي كان يكون مثل هيدا بدي أعمل نو 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 نو. آخ نظر إليها بإعجاب شديد وقال لها ممكن استغل الانفلات الأمني وأخطفيك؟ ردت عليه بخجل ودلال وقالت أخيراً الثورة بدأت تحقق أهدافها. أكيد اخطفها يعني من واقفة، قالت له ليك للبوليس هيدا له ساعتين ثلاثة عم بيزعجني، قال له قاعد هون وأنا شايفه ما عم بيعمل شيء ما تطلع فيك، قالت له هيدا هو الإزعاج. هي إزعاجها غير إزعاجك. بعيد الحب بنت راحت محل هدايا وسألت صاحب المحل عندك كروتي مكتوب عليها إلى حب الوحيد؟ قال لها آه. قالت له أديني 22 كرت خلاص كل واحد you are my only beloved. قال لها أنا وياك ملتقيين قبل بمرة؟ قالت له ما بتذكر ما الوج كتير يعني ما بحفظ الوج، بغمض عيوني. انتبهوا من هاي، واحد من الملوك راح يتمشى لقى في واحد فلاح مسرور وقاعد عم بغني. شو اللي مخليك تفرح؟ قال له انا بطلع 4 قروش كل يوم. بتكفيك؟ نعم وبتزيد، قرش بصرف على عايشه وقرش بسدد فيه ديني وقرش بعطيه لغيري يعني هيك في سبيل الله. قال له الملك هذا لغز لا افهمه. قال له الفلاح اما القرش الذي اصرفه على عايشي فهو ما اعيش منه انا وزوجتي، والقرش اللي بسدد بي ديني ما أنفقه على أبي وأمي، أما القرش الذي أسلفه لغيري فهو ما أنفقه على أولادي وربيهم وبطعميهم وبكسيهم حتى إذا كبروا يردون الدين إلي، أما القرش الذي أنفقه في سبيل الله فهو ما أنفقه على أختين مرضى. انبهر الملك من ردود هذا الرجل البسيط فاشترى الأرض ووهبها له، فباع الفلاح الأرض وأخذ الفلوس وتجوز على مرته وراح على تايلاند. تايلاند أناذرلاند. فإذا ننتبهوا أن عم تصرفوا الصدقات والزكاة في سبيل النفاق أو الوفاق، انتبهوا. كل واحد منكم يسأل من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله، ازرعوا الشجرة. ما بقى حدا بيجي لعندي على البيت ما بيحط صدقة من أي طريق ومن أي باب، وإلي شخصيا خبرتكم ليش اللي بيحطوها بيجي عم بيسرقوها بيجي أنا بتقول لا لا هو بيجي على البيت أكلين شربين ونايمين عندي ما
ما حدا إلا ما هالبيت فيت لها من سنين. فإذا نحن العلي فينا لا يغير الله ما بقوم ولو وجها لوجه. الوحيدة لولا قهر الحال لما بحثوا بالمحال، الوحيدة بأمة العرب. كل ما أملك مدينة كاملة بمعاد قدمتها إلى فرح العطاء، في شي مرة بتلفي بيقول كيف هالمرة اللي عطيتني هالثروة؟ وقت اللي عملتها مع واحد تاني محامي احترامي للحرامي صاحب المجد العصامي أخذ 90% ترك للبيت، بس ترك البيت بس أخذ 90%. أش 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 فتحت 2 بير بس بمعاد، تك 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 بيبيعوا المي. ما التقيت بإنسان صادق. قلت لكم رجع لأمريكا، قال لي ما قلنا عاي حياة بين العرب، هون بدي ضل بجهنم، بدي شوف الله بالجنة وبجهنم مثل ما قالت رابعة. ما لقيته بحدا، بلاقيه بنفسي، لحو بنفسي، ثم نفسي، ثم نفسي، طيب نقطع نفسي. أهلا وسهلا فيكم على البيت عندي، مر ويمنوا، إذا هلا بقول رقم التليفون بلشوا يدقوا تيسألوني كيف بدي أحبال. بعثوا لي بريد إلكتروني. آخ يا حبيب قلبي لمن يهمه الأمر ولم يسمع بهذه القصة من قبل. قال له يا خي إلكم 60 سنة مجوزين وبعدكم مبسوطين، فيك تقلي ليش؟ يعني هذا زواج ما تحقق إلا فيك أنت وهالمرأة. قال له اسمعني. وزادت الدهشة عندما وصلت تقارير المراسلين تقول إنه الجيران كلهم بيقولوا عاشوا حياة مثالية، عايشينها ما في مشاكل أبدا بين هالتنين. أرسلت الصحيفة محررين دخيلكم، قال له بدي أحكيك على جنب، أنت وحدك ومرتك وحدة، كل الجيران بيقولوا إنكم سعيدين، شو السبب؟ صحيح هيك؟ قال له نعم يا بني، ولما يعود الفضل في ذلك؟ يعود ذلك إلى رحلة شهر العسل، فكانت هي الرحلة إلى أحد البلدان التي تشتهر بجبالها الرائعة. وفي أحد الأيام استأجرنا بغلين تنطلع على هالجبال، كانت السيارات ما فيها توصل لهوني. وبعد أن قطعنا شوطا طويلا توقف البغل اللي ركبته مرتي ورفض يتحرك. غضبت زوجتي وقالت هذه الأولى، ثم استطاعت أن تقنع البغل أن يواصل الرحلة. بعد مسافة توقف وقالت له هيدي التاني مرة، ها انتبه. استطاعت أن تجعل البغل يرجع يواصل الرحلة، وبعد مسافة أخرى وقف البغل الذي تركبه زوجتي وأعلن العصيان كما في المرتين السابقتين. نزلت مرتي عن ظهر البغل وقالت له هيدي التالتة، سحبت مسدس من جيبتها وأطلقت النار على رأس البغل فقتلته في الحال. ثارت ثائرتي وانطلقت أوبخها، لماذا فعلت ذلك؟ كيف سنعود أدراجنا الآن؟ كيف سندفع ثمن البغل؟ انتظرت زوجتي حتى توقفت عن الكلام ونظرت إلي بهدوء وقالت هذه الأولى ومن يومها وأنا ساكن. قال له أيمتى بتحكي؟ قال له بس كون مرتي عم تتاوب بحكي لي شي كلمة بس. علا نكتة مهضومة بس هي حقيقة. المرأة طاقتها حكي، طاقت صعود. مشان هيك أكتر شي وقت بيشيلوا اللوزتين عند الأولاد بيشيلون من عند الصبيان أكتر ما بيشيلون من عند البنين، لأنه هي بتحكي فين وبليهم. هلا مدام ابنك شلنا له مثل هيك يعني مبناش وهيك، رح نجرب نشيل الزايدة مثل هيك، رح نشيل الزايدة ورح نشيل هيك، في شي كمان هيك بالبدن يمكن بوسير طالعين رح ننظفه منهم. هيك يلا نشيلها شيلها شيلها شيلها. نجحت العملية، مات المريض. هلا كلنا بلبنان عم تسمعوا هوليوود سمايل، ألا أوباما سمايل، عم ببيضوا السنين. هيدا سم عم بتحطوه تبيضوا السنين وبفوت بقلب النيرة، وهيدا سبب اللي بيعمل ايدز بسرعة، موت البطيء. ليش انت سنينك يعني تكون سمايل هوليوود سمايل؟ وحط لها دواء تبيض لها سنينها، ضرب لها النيرة شفرت هالقد، لحيب المستشفى هلا عندها ولدين كمان معاقين، وهي طبيبة أطفال. أفكار ذكية بتفيدك في حياتك اليومية للتخلص من النمل. حط قشر الخيار في المكان الذي يخرج منه النمل. أنا بطابق الخامس بحط تفاحة بلاقي إجوا النملات، تفاحة تاني ما إجوا النملات عليا، إجوا على هاي. هاي مرشوشة أكثر من هاي. واليوم يعني صرتوا بتعرفوا ما في بزر بأمة العرب، كلنا بقى نشتري GMO بزر من أمريكا.
بطيخ بلا بزر، هيدي بلا بزر، عنب بلا بزر، تك تك تك، صرت انت البز. ري لجعل المرايا تلمع، امسحها بسبيرتو، لنزع العلكة عن الملابس، حط ثياب في الفريزر لمدة ساعة، تشيل العلكة حتى تشيل رائحة الملفوف أثناء الطبخ، حط فوق شقفة خبزة. لإزالة رائحة السمك من اليدين، غسل إيديك بقليل من خل التفاح. لمنع الدمع عند تقشير البصل، بس مش قدام الناس تشدوا بهالعلكة، بس تطلعوا بالطيارة كلكم عم تشدوا بهالعلكة، ما في إلا زوم أبدا، ما عم تطلع من الأرض طاقة خلص. للتأكد من صلاحية المشروم، هيدا الفطر في منه بموت وفي منه للإنسان وفي منه بموتك، رش قليل من الملح على الفطر، إذا صار لونه أسود فإنه جيد، إذا تحول للأصفر لونه أصفر مسم. لسلق البطاطا بسرعة، أشر حبة البطاطا من جهة واحدة وحطها بالسلق أو تنسلق. لسلق البيض بسرعة، حط قليل من الملح بالمي حتى تعرف إذا السمك طازة، ضعه في ماء بارد فإذا طفح على السطح طازة. لمعرفة البيض الطازج، حط البيضة في الماء، فإن رسبت بشكل أفقي طازة، وإن رسبت بشكل مائل عمرها من 3-4 أيام، وإن رسبت بشكل عمودي عمرها 10 أيام، وإن طفت فإنها فاسدة. لإزالة الحبر عن التيم، ضع كمية من معجون السنين على بقعة الحبر واتركه حتى يجف تماماً وغسله كالمعتاد. لتقشير البطاطا الحلوة بسرعة، ضعها في الماء البارد فوراً بعد أن استوت. حتى تتخلص من الفيران، رش الفلفل الأسود في الأماكن المحتمل وجود الفيران فيها، عندها تجد الفيران تخرج هاربة بسرعة. فلفل أسود لو فينا نرش وين ما كان بهالمجالس وبهالاجتماعات بالقمم، بس وقت ما نجيب بنت عم بتهز وتعز وتنز بتلاقيهم كلهم وعي باجتماع القمة والقمامة. إبعاد البعوض خاصة في الليل، حط بضع أوراق نعناع طازة قريبا من الوسادة في أنحاء الغرفة. كل هيدي علم اليوم عم بيدرسوها بطاقة اسمها انرجي موجودة، بس بتحط الإنسان طاقة. وقت بتقول يا الله هالولاد ماني طايقتهم، ولو ما بينطقوا بالبيت خصوصا سبت وأحد، شو وين مبعتون؟ على مدينة الملاهي. تنين وين بيروحوا؟ على المستشفى. مثل المرة اللي قالت لي إنه أخ جوزي بغيب 11 شهر، بيجي شهر على البيت، قلت له الله يساعدك، قالت له كله شهر وبيمرق. خلص ما بقى ننطاق، ما بينطاق هيدا طاقته. حس لا ابنك ابنك، ولا بنتك بنتك، ولا اولادك اولادك، ولا مرتك مرتك. انت بتاكل بهالمطعم، هي بهالمطعم، النطفه من هون، بويضه من هون، الاولاد اسمهم السيسي، ما بيشبهوا امهم وبيهم، يا اشبه الرجال والنساء. هلا بدنا نفوت كلنا بعلم النوايا. انما الاعمال بالنيات. مش بالدولارات، العلي منا بالدولارات، العلي بالنيات. سأل عالم تلميذه منذ متى صحبتني؟ فقال التلميذ من 33 سنة. 33. فقال العالم شو تعلمت مني بهالفترة؟ قال له 8 مسائل. والله شو هن؟ ذهب عمري معك كله ما تعلمت إلا 3 مسائل. قال له التلميذ يا أستاذ لو أتعلم غيرها لم أتعلم ولا أحب أن أكذب. هات ما عندك لأسمع. قال التلميذ الأولى إني نظرت إلى الخلق فرأيت كل واحد يحب محبوبا، فإذا ذهب إلى القبر فارقه محبوبه، فجعلت الحسنات محبوبي، فإذا دخلت القبر دخلت معي. والثاني نظرت إلى قول الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فأجهدت نفسي في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله. والثالثة إني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت أن كل من معه شيء له قيمة حفظه حتى لا يضيع، ثم نظرت إلى قول الله تعالى ما عندكم ينفذ وما عند الله باقي، فكلما وقع في يدي شيء ذو قيمة وجهته لله ليحفظه عنده. والرابع إني نظرت إلى الخلق فرأيت كل واحد يتباهى بماله أو حسبه أو نسبه، نظرت إلى قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت في التقوى حتى أكون عند الله كريماً. قوة المحبة أو محبة القوة؟ شو خيارك؟ إني نظرت في الخلق وهم يطعن بعضهم في بعض ويلعن بعضهم بعضاً، وأصل هذا كله الحسد، ثم نظرت إلى قوله
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فتركت الحسد واجتنبت الناس وعلمت إن القسمة من عند الله، فتركت الحسد عني. نصف بالقبور من الحسد، انتبهوا، موجودة، هيدا علم. السادسة، إني نظرت إلى الخلق يعادي بعضهم بعضاً ويبغي بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضاً، ونظرت إلى قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً، فتركت عداوة الخلق وتفرغت لعداوة الشيطان وحده. قل له إلا عبادك الصالحين، انتبهوا، الشيطان موجود وحقيقة طاقة سلبية، قد ما فيكم نتفوتوا على البيت، ساعدوه، أنت تحكم فيه مثل ما عملت رابع الله تحبه وتشفت الله فيه، شيلته. إني نظرت إلى الخلق فرأيت كل واحد منهم يكابد نفسه ويذلها في طلب الرزق حتى أنه قد يدخل فيما لا يحل له، ونظرت إلى قول الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، فعلمت إني واحد من هذه الدواب، فاشتغلت بما لله علي وتركت مالي عنده. دودي بالصخر الله ما بيقطع فيها يا أخوتي، توتل تراست، ثقة كاملة، اللي أعطاك النفس بيعطيك الفلس يا عائشة. بدك اياك اني واجه الله بخمس دنانير، اللي طعميك اليوم بطعميك بكره. بالجماعه منعيشها كلنا، مشان هيك عم فتش على جماعه بامه العرب. انتوا تقدموا الارض، اي وقف، اي دوله، اي بلديه، ونحن بنبني كويخنا بايدينا ومنعيشها هونيك. عيش الخلفاء، بيت المال مفتوح، ما في مال. تجي نسور وبتشتري وتطعمي النسر حتى ما يقولوا ماتت نسور. على أيام المسلمين. والثامنة، قال له إني نظرت إلى الخلق فرأيت كل مخلوق منهم متوكل علي مخلوق مثلي، هذا على ماله وهذا على ضيعته وهذا على صحته وهذا على مركزه، ونظرت إلى قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فتركت التوكل على الخلق واجتهدت في التوكل على الله. فقال الأستاذ بارك الله فيك، شو عملنا بالحلاج وشو عملنا بالحجاج؟ بعدنا لليوم قايين وهابيل عم بيقتلوا بعضهم، يلي ذبح البقرة ذبح خيه. وقت بتكون جوعان سأل حالك أنا جوعان أو ضجران؟ ما تاكل على ساعة بيروح الجوع، فإذا ما كنت جوعان بتروح بتشتري تتهتري، النسوان بتروح على الشرية، الرجال بيروحوا يقتلوا، حفاة عراة ينكحون الفضاء، كل هاي الأبراج اللي عم تعملوها جرب العرب هي. سألوا للمسيح يا روح الله ليش ما عندك بيت؟ قال لهم إلي صديق عاش 800 سنة وما عنده بيت. المسيح بعتنا اثنين اثنين، ما تلبسوا بإجركم حفيانين، ما تاخذوا معكم كتاب من سمائهم تعرفونه. قالوا له شو منقول؟ قال لهم إذا اضطريتوا بتقولوا السلام عليكم، وإذا ما رجعوا لنا إياها بترجع لكم. بس شو عملوا؟ شو عملوا تلاميذ المسيح؟ مين منهم؟ وين حقيقة المسيح اللي حيفيك بعده هو على الصليب؟ الصليب هو يعني إداب الدنيا، بس جسده vertical وhorizontal. فوتوا بهالأسرار، بهالعلم يلي علم أبدان وأديان. ما بقى تسألوا أي كتاب بدي أقرأ، سؤال سخيف، كان عم تقولي كيف بدي أتنفس. دخل طفل صغير لمحل حليقة قال لك هذا شو بهله، بتعطيه دولار وبتعطيه قرشين بياخذ القرشين، أعطاه دولار عشان أخذ قرشين. قال له لا بهلي قلت، قال له مش أنا البهلي، وإذا أخذت الدولار بسكر الباب، بس كلهم بيفكروني بهلي. انتبهوا، أوقات كتير بتلاقي النملة صغيرة بتقتل الجمل، بتقتل الفيل، بتفوت عدينته. ما تستخف بالأطفال، هيدا اللي عمره 15 سنة شو عم بيعمل هلا بكل العالم؟ شايل المرض بقرشين، الحي بفكرك، بتفوت لجوا بتمحيها. إنما الأعمال بالنيات، محياه محياه محياه. قال الألم والمبراي والمحاية، قال له الألم أنا بكتب، ليش أنت بتجي بتبريني؟ قال له إذا ما ببريك فيك تكتب؟ قال له لا معك حق. طيب المحاية لا بتمحيني؟ قال له أنا بمحي الكلمات يلي ما إلها معنى، حتى أنت تحط كلمات إلها معنى، وبعدين تصير تتعلم إنه لو ما في مبراية ومحاية وألم، منين بدنا نتعلم؟ بالآلام تليدي، no pain no gain. سو أنت المحاية وأنت الألم وأنت المبراية. جائزة لأفضل عذر، أعطيت إكسكيوز. برنامج هون في بالقناة الرابعة الأمريكية، التقى المذيع بالسيدة عمرها 25 سنة، أحلى جائزة أخذت.
بسبب الغياب عن الدوام الرسمي في الشركة، وكان السبب إدمان. قلت له لك يا خيي، كان جوزي مريض لعدة أيام وكانت عم تساعده الخادمة بالبيت، وبعد أيام هيك تحسن، ولكن فجأة شاف حاله عنده صداع شديد، وجا صباحا لخزانة الأدوية ليأخذ حبتين من البنادول بتاعته، لكنه بالخطأ طلع بدلهم حبتين فياجرا. بدك إني أتركه وحده بهالحالة مع الخادمة أو أقعد أنا معه بالبيت؟ قال له عذر مش أقبح من ذنب، أهم من حب القلب. قلت له بدك أتركه؟ مثل ولد. قال له بي روح على الفرمشية وجيب لي فياجرا ويقول لك كيف. قال له كل ساعة يا بي تاخذ 24 حبة. بعد يومين ثلاثة قال له وينو بيك؟ قال له شو وينو بي؟ أول ما زلع 24 حبة. أمي والخادمة والسواق وهلا جاي لعندك. رحت تلفن لأمه من أمريكا، قال لي يا أمي ما فيني أجيب، بس بدي أخبرك إنه أنا معي إيدز. قالت له اصحى تيجي ولا بتصير أنت بدك تعدي مرتك، ومرتك بدها تعدي السواق، والسواق بده يعدي الخادمة، والخادمة بدها تعدي بيك، بيك بده يعديني، وأنا هديك بدي يعدي أختك، وأختك بدها تعدي كل الضيعة، نبي نخليك هونيك. هيدي عم بتصير هلا، عم بينتشر الأمراض بسبب جهلنا كلنا. قال لي مرتي ما بقى لي ثقة فيها. ما بقى لك ثقة بحدا، فوت بنفسك وبس. حلوة هي، برجع كمان بقرا لكم إياها، وأحسن شيء أنتم اللي بتعملوه ونصيحتي اللي بتطلبون شو ما بدكم لألكم. حوار بين زوجين يوم اللي تجوزوا، الزوج: يا الله حلم حياتي تحقق، هل تعتقد اننا سنفترق؟ لا 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 تقول مثل هالكلام مره ثانيه. هل ستحبني؟ اكيد. طيب ممكن تفكر تبعد عني الزوج؟ لا طبعا. ممكن تهديني؟ باوسه اذا عندها شفيف طبعا، وعلى راسك كمان. طيب تعتقد انك ممكن تضربني يوم من الايام؟ لا طبعا، انا لست من هذا النوع من الرجال. ممكن اثق فيك؟ نعم يا حبيبي. بعد سنه من الزواج وفي سكرة زواجي وما الاول، حوار ثاني من جديد من الاسفل الى الاعلى: يا حبيبي الزوج، نعم ممكن اثق فيك؟ لا طبعا، انا لست من هذا النوع. طيب تعتقد انه ممكن تضربني بيوم من الايام؟ طبعا، وعلى راسك كمان. ممكن تهديني بوسه؟ ريتها بالقلب بالقلب، حتى وصلنا مطرح ما وصلنا، كلنا كذابين وعيب على اللي بيصدق. ♪